تقول لها 4 أخوات جميعهن في سن الزواج ولم يتزوجن لوجود سحر بعدم الزواج، فكيف يتم العلاج وفك هذا السحر؟ السحر يعالج بذكر الله وبالرقية، بالرقية الشرعية. إذا عرف الساحر يطلب منه أنه يغتسل ويأخذ غسالته وتصب على المسحور، ويطلب منه أنه يذكر الله عز وجل. وإذا عثر على السحر يحرق ويتلف، ويعالج السحر بالآيات والأدعية الواردة في القرآن والسنة، هذا الذي يعالج به السحر. نعم، السحر ما هو بالعين، السحر كما ذكرنا يعالج بالأدعية القرآنية والأدعية النبوية، ويعالج بالأدوية المباحة الذي يعرفها أهل الاغتسال، تعالج بذكر الله عز وجل. نعم، على المصاب. نعم.